الولايات المتحدة في طريقها لإرسال تعزيزات عسكرية لقواتها بالشرق الأوسط في ضوء التوترات المتصاعدة بالمنطقة في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في إيران ومقتل فؤاد شاكر الرجل الثاني في حزب الله بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. ووفقاً لتصريحات جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض فإن هذه الخطوة الجديدة تأتي في إطار قيام واشنطن بتقييم وضع قواتها في الشرق الأوسط للتأكد من امتلاك ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها. صحيفة نيويورك تايمز كانت أكثر تحديداً للهدف من هذه التعزيزات ونقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن نقل قوات إضافية إلى الشرق الأوسط يرجع إلى تهديد طهران برد انتقامي قاس على اغتيال هنية على الأراضي الإيرانية. الصحيفة أشارت أيضاً إلى أن واشنطن تتخذ إجراءات قانونية لزيادة الاستعداد القتالي وحماية قواتها وحلفائها من أي تهديدات من جانب إيران أو الجماعات المسلحة المدعومة منها، لافتة إلى أن المسؤولين الأمريكيين يعملون على تحديد عدد الطائرات التي سيتم إرسالها. ووفقاً لما نقلته الصحيفة عن المسؤولين الأمريكيين فإن واشنطن تعكف حالياً على تقدير حجم الرد الإيراني المحتمل وإرسال عدد كاف من الطائرات المناسبة في أسرع وقت ممكن من أجل المساعدة في الدفاع عن إسرائيل. التحركات الأمريكية لتعزيز قواتها وحماية أمن إسرائيل لا ترى فيها الإدارة الأمريكية تصعيداً للصراع في المنطقة مثلما رأت قبل أيام أن إسرائيل لا تزال تنخرط بإيجابية في مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ومثلما أعلنت مراراً أنها تواصل جهوداً لاحتواء الصراع في المنطقة ومنع تمدده إلى جبهات أخرى. وكلها تصريحات يبدو أن من يعلنها لا يرى حجم الدماء والدمار في غزة وحجم الاستفزاز الإسرائيلي على كثير من الجبهات.